هذه المسؤولية اللي هي الآن مطوقة بها بعد أن راكمت تجربة نعتز بها على مستوى الأمانة الإقليمية للحزب في وجدة، هي مسؤولية جسيمة، ونحن واثقون وأظنكم كذلك تتقاسمون معنا نفس الثقة، واثقون وتيقن كذلك في قدرتها على الوفاء بدفتر التحملات اللي غديروه مع واللي غيديروا المكتب اللي داروا المكتب الوطني معه، لأن الأخت مجتدى مثل ما هو الشأن بالنسبة لجيل ديال المنسقين الجهويين، سواء أولئك الذين جرت قديمهم في الجهات التي تكلمت عليها أو لا اللي جاي منهم، هم سيكونوا متوقعين بمسؤولية وسيكونوا حريصين على الترجمة الأمينة لدفتر التحملات وللالتزامات اللي وثقها المكتب الوطني في الكثير من المذكرات اللي عممناها على المستويات الجهوية، والتي من المؤكد أنها وصلتكم. احنا في الفلسفة اللي اعتمدنا في البناء ديال التنظيم ديال الحزب هي فلسفة قائمة على أساس أنه كل واحد عنده بلاصتو في الهيئات ديالها، والأخ عزيز بن عزوز عمم على المكاتب الجهوية واحد عدد من المذكرات، حطينا فيها احنا على مستوى الوطني مجموعة من الضوابط اللي كتتعلق ببناء هياكل وتنظيمات تستوعب جميع المنتخبين، وهم ركيزة أساسية نعتز بهم، كيعتز بهم المكتب الوطني والمكتب الوطني متشبث بهم ويحيي بحرارة المجهودات اللي كيقوموا بها رغم يعني الإكراهات والظروف اللي كنعرفوها، ولكن كذلك التنظيمات اللي هي